ايه روش شمال حميدة الشرقاوي من مدينة العرائش. كنت تريني في نادي أبطال العرائش عند الأستاذ عامر البغار. بطلة المغرب في 2012 برياضة الفول كونتاكت بمدينة أسفي، وبطلة المغرب في 2015 برياضة الفول كونتاكت بمدينة رباط، ودابا وحصل على الحزام البني، ودابا كنوجد ان شاء الله لبطولة العالم بصربيا. كنتمنى ان شاء الله نجيب شي نتيجة مشرفة لمدينة العرائش وفي المغرب عامة وخاصة مدينة العرائش. وكنشكر الاستاذ ديالي اللي مساندني، وكاينة حصات مكثفة جدا، جوج لونطريمات في النهار، وحدة في الصباح وحدة في العشية، وشكرا على هذا الاهتمام ديالو. وكنتمنى انني نشرف مدينة العرائش احسن تمثيل ان شاء الله. هذا بطولة المغرب سنة 2015 برياضة الفول كونتاكت، وهذه السنطة ديال بطولة المغرب برياضة المواي تاي 2012 بمدينة أسفي، وهذه غالا دولية، وهذه غالا دولية، وهذه كوبا ديال كنت لعبت ضمن المنتخب الوطني ضد فرنسية، وحصل وفزت بهذ الكوبا هذه. المهم هذا نادي أبطال العرائش اللي تأسس سنة 1996، اللي البداية ديالو كان تأسس بإخوان ديالي هما سعيد البغار، أمين البغار، والأخ الصغير ديالو، وكملنا المسيرة اللي كانت المسيرة من البداية ديال النادي وهي أبطال، يعني كانوا أبطال المغرب في 94، في 95، 96، 2000، وحاليا حنا باقيين متبعين نفس المسيرة اللي كنتبعوها دابا معاها، اللي هي البطلة اللي عندنا دابا حميدة الشرقاوي، اللي هي بطلة المغرب عدة مرات. وشاركت ديالنا المنتخب الوطني، ودابا عندها مشاركه اللي هي مشاركه مهمه بالنسبه للمغرب النادي، وخصوصا مدينه العرائش اللي هي بطوله العالم اللي غتكون ان شاء الله عندهم في الدوله ديال صربيا، واللي كنتمنوا لها ان تجيب النتيجه وتزيد تشجع الشباب ديال هذه المدينه باش انهم يزيدوا يمارسوا الرياضه ويبعدوا على بزاف ديال المسائل اللي هي ما كتعطي والو الا انك تضرب الشباب ديالنا. وكنتمنوا لنا تكون قدوه لنا الفتيات ديال مدينه العرائش والمغاربه بصفه عامه، وكنتمنوا لها التوفيق ليلا وجميع الرياضيين اللي مو بهذه المدينه اللي كيمثلونا في جميع الرياضات، كنتمنوا لهم التوفيق والنجاح، وكذلك الصحفيين ديال مدينه العرائش بصفه عامه كنشكرهم بانهم كيوقفوا معنا وكيزيدوا يشجعونا بانهم كيحضروا معنا في النادي ديالنا، وكذلك الصديق ديالنا السي خالد اللي كيشجعنا حتى هو، كنتمنوا له النجاح. وكنشكروا الجميع اللي كيساند هاد الرياضيه من قريب يا من بعيد، ولو بكلمه جميله ان شاء الله.